سميتي زين بجابر، 28 سنة من مدينة فاس. ملي كنت صغيرة وأنا مولوعة بالرياضة، وكنت كنمارس رياضة كرة السلة، وخديت بكالوريا رياضية. ومن بعد كنت ديما كنخرج بالفيلو باش كنمشي لي زونطريمون ديالي ديال كرة السلة. ومن بعد ديك الحب ديال الدراجة تحول لأشياء أخرى، الأحلام في المستقبل اللي الآن راه هو الواقع اللي كنحققه. دونك من بعد ما هاد المشكل ديال الجائحة ديال كورونا، فكرت أنني نخرجوا من هذاك لا ديبرسيون وديك الشيء كامل اللي طرالنا في الكونفينمون، باش نعاود نتريني بلو فيلو. دونك نخرج ونكتشف الطريق، وميم طون حيت ما يمكن لا نسافر ولا حتى شي حاجه، والفيلو هو واحد الوسيله ذاتيه اللي ما كتخليكش الكونتاكت مع الناس، كتكون كونتاكتي مع الدراجه ديالك، كتاخذ الاحتياطات اللازمه ديالك وكتشد الطريق. في الاول لان باش تبدا بالرياضه، انا نوع الدراجه الهوائيه اللي عندي هي فيلو دو كورس، وباش تمشي بالفيلو دو كورس خاصك شويه ديال لي زونطريمون، خاصك تخدم شويه على لو فيزيك ديالك، خاص تخدم شويه على لو سوف لونديورونس. دونك بديت كنتريني بعدا هنا في الرباط وماجور هما، مشيت لبزاف ديال المدن اللي قرابين لا بروكسيميتي. اخر مدينه اللي مشيت لها هي الدار البيضاء في هذا الويكاند هذا اللي مشيت، يعني تقريبا واحد 96 كيلومتر الي غوتو. يعني في التوتال ديال هاد لي دو موا ديال التحرك اللي تحركت فيها وصلت تقريبا لواحد 900 كيلومتر. الصراحه كلشي كيشجع على الدراجه الهوائيه، ما لقيت حتى شي مشكله من لونطوغاج ديالي لا حتى شي حاجه، بالعكس لقيت الدعم. واحد البطل المغربي ديال رياضه التخياتلون كيلعب مع ليكيب ناسيونال، الصراحه شجعني، هو اللي اختار معايا نيت لو فيلو، سميتو زكريا حسيكي، وعرفني على الاستاذ ديالو ديال السيكليزم سي ايكيبي مصطفى اللي كنشكرو من المنبر، وهما اللي عطوني لوبورتونيتي انني نبدا نخرج معاهم. كيديروا خرجات كل نهار الحد باش كيديروا لي سيركوي، دونك عطوني فرصه كنت لا سول في معاهم باش دونك ديجا ملي كتخرج بنت بوحدك في واحد الجروب ديال واحد 30 رجل اللي كيمارسوا هذه الرياضه منذ سنوات، وكيقولوا لك برافو عليك وكيعلموك لي تكنيك وهذا، فالحمد لله ما كاينش مشكل. من بعد ملي كنكون مع الناس العامه اللي ما عندهمش الثقافه ديال الرياضه ولكن محبين لها، فاكيد كنلقى كاين شويه ديال الانتقادات ولكن غير خوفا علينا، ولكن ما كاينش مشكل. انا ديجا عندي يلا خديت الماستر ديالي تدبير والتسيير الرياضي، وعندي بزاف ديال لي بروجي ان شاء الله، يعني ربط الرياضه بكل ما هو انكاجمون سيفيك باش نشجعوا الناس يمارسوا هاد الرياضه، نبارطاجيو بزاف ديال لي فالور. ودابا عندي ان بروجي ان شاء الله ديال لو سيكلو توريزم، يعني نشجعوا الناس يبداو ياخذوا لو فيلو ديالهم ويسافروا، واخا يديروا مدن قصيره ولا غير في المدينه ديالهم، المهم ان الانسان يتحرك. لي بروجي ان شاء الله غادي يكونوا اون كور وغادي نبارطاجيهم. انا رسالتي للمراه المغربيه هي انها تثق في راسها، لان عندنا واحد لي كاباسيتي انورم الحمد لله، المراه كتقدر دير بزاف ديال الحوايج في نفس الوقت، ثقه في راسها، عندها بزاف ديال الطموحات، ما نديوها حتى شي واحد توصل الاهداف ديالها اللي بغات توصل، ما تديها حتى شي في شي هضره. سي فغي كو الناس كل واحد، لان من جعل الناس سواء كان في حب سواء، يعني احنا كاملين مختلفين، وهذاك الاختلاف راه رحمه. الراجل الا شاف فيك شي نظره ولا كينتقدك علاش ديتي الطريق ولا هذا، فهو كيخاف وهذا، ولكن ما عرفش بلي المراه تقدر ديباسي هذاك الخوف كامل. عندنا بزاف ديال الايجابيات وبزاف ديال
لي بوين فور في الشخصيات ديالنا خاصنا نعتمدوا عليهم و يفو سامبوزي في لا سوسيتي. حنايا ما يمكنلكش صافي لا نتقدنا شي واحد نقصو، بالعكس يفو سامبوزي ونبينوا لهم بلي راه الفكره تقدر تبدل الماء احسن، وناخذوا ديك الانتقادات ايجابيا باش للصيروره. اول طريفه هي ملي كتكرو في الكرويضه كتدخل في شي جاجه ولا في شي حجره ولا هذا، دونك خاصك توقف. كيكون عندي السكور يعني شومبر اير زايد، خاصك تحل البنو، خاصك تقاد هذا، عاوتاني تقدر ديك الشومبر اير اللي درتي كتزيدي واحد شويه كيكروفي، دونك خاصك تصوب كتسمى البياسه بالعاميه، دونك خاصك تقادها. و دونك صعيب، خاصك تعلم يعني خاصك خدمه ديال ميكانيسيان. دونك هادو ما بين الطرائف عاوتاني في الطريق يعني الناس كيبقاو يكلاكسوني وكيحسبني غير شي خطر، هو راه يبغي يشجعك ولا كيدير لك ان كو دو بوس برافو ولا شي حاجه. دونك ما بين الصعوبات هي انك يكون مثلا شي شافريه زعما مستريسين في الطريق وخاصهم يوصلوا للمبتغى ديالهم، فكيحاول ما امكن يكارطك على الطريق. المشكل اللي عندنا في المغرب هو ما عندناش لا بيست سيكلاب، وهنايا كنشد السلطات باش يفكروا في هذا الموضوع. هذا بدات فاش مشيت الويكند للطريق كازا ما بين عين حروده والدخله ديال الدار البيضاء كانت اون بيست سيكلاب، وعجبني الحال بزاف لان فيها البانو ديال لو فيلو، يعني الناس يمشيو في هذا المكان المخصص باش ما كديرونجيش لا لي كاميون لا، وما كرهناش هاد المبادره تعمم على المغرب كامل، لان ولات دابا لوتيليزاسيون دو فيلو دو بلوس اون بلوس ا اوكمونتي، دونك ما كرهناش تقاد. انا اللي كينتقدني نوض يدير بحالي، ما عنديش مشكله انا بصحته. شوف انا كنتقبل كنشوفه من منظور ايجابي، لان اي عمل واخا كيف ما درتي راه كيلقى استحسان وكيلقى انتقادات. فانا صراحه يعني حاولت نبارطاجي في لي ريزو سوسيو المبادره ديالي كيفاش شفتوها حتى نتوما، لقيت الايجابي اكثر من ما هو انتقادي. فكنقول اللي ينتقد اللي كيقول لا سده برده يدير يدي فيها يعني. ان شاء الله جو بريبار ان فواياج في شهر 11 باش غادي ندير الصحراء الشرقيه مرزوقه ونمشي للتنغير ورزازات ونطلع لمراكش باش ندير تيزن شيشكا ان شاء الله. واو على حسب لونطريمون ديالك، يعني دابا ما حيتاش كنوتيليزي الماتيريال بروفيسيونيل يعني لو فيلو مزيان، وحتى لي شوسيغ اوتوماتيك كيعاونو، دونك كتمشي على حسب لالور ديالك. دونك نقدر على حسب الطريق واش كاين العقبه ولا الطريق واطيه ولا كاين اون ديسون، دونك كنحاول ما امكن يعني ندير لالور دابا موين اكشوالمون ما بين 21 22، يعني كتجي مثلا كازا جاتني في 4 ديال السوايع من كازا للرباط، يعني غادي يبقى الريتم كي نورمال ماشي اكسيليغي. انا اصلا انسانه كتفيق الصباح بكري، دونك 6 الصباح كنكون فايقه، يعني كنخرج مع 7 على 4 حيت على ما تيطلع الضو، هذيك تما فين كنبدا لافونتور ديالي باش ما كيطيحش عليا الظلام بالليل في العشيه، لان سي ريسكي حتى في الاضواء وحتى في السير، ماشي زعما في الكريساج.